ما في كلمة مميزة من شخص مميز بالنسبة لك لهلا مأسرة؟ كل اللي درسوني بصراحة أني مميزين وبحبهم كل حدا إلى جانب يعني، بس كلمة بالتحديد والله ما عم بستحضر. الإعلامي تمام عجمية وضيفه المتألق أحمد المرزوقي رح يخبرونا كل شيء جديد بعالم بوليوود بهالفقرة. مرحبا، رجعنا لكم من جديد بفقرتنا الفنية بزي كونكت بالعربي مع صانع المحتوى أحمد. أهلا وسهلا فيك أحمد. أرحبا مرحبا. شو حلقتنا اليوم، شو راح تكون؟ اليوم صراحة أنا بخبركم شيء وايد حلو عن علاقتي مع الممثلين لما خبرهم عن الدبلجة. هلا أنا كنت بدي أسألك هذا السؤال، أنت بتحكي معهم حكيان معهم شيء مرة إنه أنتوا مثلاً هوني مثلاً بقناة زي أو بقنوات تانية عم يصير دبلاج لألكون والوطن العربي عم بشوفوكم وفي قنوات خاصة بتعرض أفلامكم وبتعرض مسلسلاتكم؟ تصدق لما خبرهم ما يعرفون؟ يقول هم يكون شيء في حالة سبرايز، يقولون صدق فعلاً إحنا كيف ما نعرف؟ وفعلاً كلمت كذا شخص لما دخلنا اللايف إنستا لايف أو حتى بزوم كولز أخبرهم وهم للدرجة إنهم يقولوا طرشوا لي الكليبات لما تشوف الإعلان ويستمتعون وحاطين يسوون شير في صفحتهم إن تم دبلجة مسلسلي فشو خصوصاً إنه زي ألوان زي أفلام صح. في منا كمان بوليود، أنا بعرف غير قنوات خاصة بالهنود كمان بالنجوم بوليود هي باللغة الهندية كمان صح صح. هن أكيد بيعرفوا هاي القناة، لذلك إن يمكن يتفاجئوا إن هاي القناة في عربية وعم يدبلجوا. يتفاجئون بشكل فظيع وفعلا يستانسون ويبون باي طريقه انهم يكون في كونكشن معاهم ومع الوطن العربي. فحد دائما يقولون نحن نحب الجمهور العربي، في بعض الناس يقولون ليش مسلسلاتنا ما تدبلج، اخبرهم اوريدي مدبلجه فعلا اطاش ويستانسون يفرحون. فطبعا شكر للقنوات خاصه قناه زي الفلام وزي الوان انهم يقدمون شيء انه يكون في نفس جسر بين الهند وبين الوطن العربي. وانتم يا سيدي حتى بلاتفورم عم تصير كمان الدراما الهنديه عم تتحول لدراما عربيه، يعني في كثير اعمال دراما هنديه مثل سر مثل مسلسل ويبقى الحق، يعني في كثير اعمال تحولت لقصص يعني نسخه عربيه. صحيح، وهالشيء نحن نسميه تأثير الأفلام الهندية أو البرامج الهندية في الوطن العربي. نحن عندنا هنا جمهور كبير يعشقون الأفلام والدراما الهندية والباكستانية أيضا على فكرة، ولدرجة أن يتم دبلجة أو يتم استنساخ البرامج هذه إلى ثقافة عربية، وهالشيء بالعكس شيء وايد جميل أشوفه. طيب شو الأخبار اللي اليوم؟ أنت شو دبتي عارفة أول شيء خبرني؟ أنا بدي أعرف مين تزوج مين طلق، بحب هاي الأخبار. القصة. هلأ قلنا الأسبوع الماضي عن مين تزوج هاي المرة، يعني مين في شو في أخبار، مين في قصص حب من هون، مين في قريبة راح يدخل القفص الذهبي. هو شوف في خبر إن أنا أوكي في خبر أنا بخبركم إياه، يمكن ما خبرت حد لأي حد شخص بس كروس فريندز. أنا سافرت الهند السنة اللي طافت شهر 9 عشان أقدم تجارب أداء لبرنامج بيج بوس، فأنا كنت بكون أول عربي يدخل البرنامج، ولكن نوعا ما حسيت ان الكونتراكت في شيء من الاشياء اللي يمكن انا ما اقدر اسويها، لان بيعطيهم اول شيء كونتراكت والكونتراكت فيها معايير جدا. احد المعايير ان البرنامج راح يكون بيج بوس او تي تي، او تي تي غير عن بيج بوس العادي، او تي تي يكون فقط على المنصه الهنديه، يعني هالبرنامج ما راح ينتشر في اي وطن عربي، فانا كعربي ادخل برنامج هندي وما ينتشر في اي وطن عربي انا شو استفدت؟ ايه بس ممكن يعمل لك انتشار بالهند، يعني مثلا انه شيء جديد انه حدا عربي فاد بهيك برنامج. هو فعلا وفي حد اوريدي دخل حد ثاني، يعني حسيت ان الباك اب موجود، بس لكن انا لو ابى ادخل ابى انتشر في كل مكان، ابى الوطن العربي ايضا يعرفون شو قاعد